العديدة من أهمها هو ما تفضلت به وما يتعلق بالمسيرات. المسيرات لها دور استراتيجي، هي معركة كبيرة وذات تأثير كبير جدا في مصير القضية الفلسطينية. أولا لما الشعوب تخرج بأعداد كبيرة جدا في الشوارع تعطي رسالة لأشقائنا الفلسطينيين بأن الشعوب معكم، يعني هؤلاء الذين يطعنون في المسيرات كيف يعرف الشعب الفلسطيني بأننا معه؟ كيف يعرف؟ ما هي الصورة المباشرة التي تتلقفها الرجل والمرأة والشيخ والطفل يعني الذي يعيش تحت القصف؟ ما هي الصورة التي يتلقى؟ ولما يرى الملايين يعني من المسلمين ومن العرب يخرجون في الشوارع يسندونهم، هذا بالطبع الحال يثبتهم، هذا يسندهم معنويا، هذا يجعلهم يشعرون بانتمائهم لهذه الأمة، يعني هذا يجعلهم يصبرون أكثر، يتحملون أكثر. وكذلك هو دعم للمقاومة. المقاومة تعتبر نفسها بأن الساحة التي تشتغل فيها هي ساحة واسعة جدا على مستوى العالم العربي والإسلامي كله، وبل على مستوى العالم بأسره. ثانيا المسيرات لما تكون حاشدة هي رسالة للصهاينة بأنهم لن يستطيعوا عزل الفلسطينيين وحدهم، لأن بالطبع المسار الذي مشت فيه التسوية يعني المفاوضات الفلسطينية هو أن هذه القضية الفلسطينية خرجوها من بعدها العالمي، ثم خرجوها من بعدها الإسلامي، وبعد ذلك خرجوها من بعدها العربي، وبعد خرجوها من بعدها الفلسطيني ونجعلها كونطونات في فلسطين. يعني يجب أن نرجع القضية الفلسطينية إلى بعدها الحقيقي، وهو البعد العالمي الإنساني والبعد العربي الإسلامي. يجب أن يشعر إخواننا في المقاومة بأن الشعوب كلها معهم، الشعوب كلها تسندهم. ثم بعد ذلك هذه المسيرات تعطي رسالة للأمريكان، تعطي رسالة لبايدن، تعطي رسالة للحكام الأوروبيين المساندين للإجرام الصهيوني بأن الشعوب ضدكم، بأن الشعوب تبغضكم، وبالتالي سيشعرون بأن مصالحهم ستتأثر، مصالحهم الاقتصادية، مصالح صورتهم عند يعني الصورة الذهنية عند الناس، سيشعرون بأن هناك دول أخرى تنافسهم هي التي ستكون صديقة العرب المسلمين، وهي الصين وهي روسيا وغير ذلك يعني. فهم سيشعرون بأنهم يخسرون على مستوى الرأي العام العربي. فهذا يعني هذا هدف رابع مهم واستراتيجي. الهدف الثالث، الهدف الرابع كذلك هو انكسار التطبيع، أن التطبيع ينكسر، أن هذه الحكومات المطبعة لما تخرج في بلدانها أعداد هائلة جدا من السكان ضد الكيان الصهيوني، هؤلاء الحكام المطبعين بطبيعة الحال يعني سيشعرون بالخزي وسيشعرون بالعار، معنى شعبيتهم، معنى مكانتهم، معنى مستقبلهم، معنى استقرارهم في خطر. وكذلك في البلاد غير المطبعة مثل الجزائر، يعني هذا معناه نقطع الطريق على التطبيع، لأن يوجد من يريد التطبيع، يعني كما أن هناك عملاء لفرنسا، عملاء الاستعمار، هناك عملاء الإسرائيليين. فكذلك هناك هدف رابع وهو كسر موجة التطبيع، لأن حينما يخرج في البلاد المطبعة ملايين من المواطنين، هؤلاء الحكام المطبعون سيشعرون بالخزي، سيشعرون بالعار، سيشعرون بأنهم فقدوا هيبتهم، فقدوا مكانتهم، ازداد حجم الاعتراض عليهم، سيخافون على كراسيهم، سيخافون على عروشهم. وكذلك في البلدان غير المطبعة مثل الجزائر، يعني نحن نعلم بأن هناك لوبيات تريد التطبيع، هذه اللوبيات التي تخدم المصالح الفرنسية وتخدم المصالح الغربية، هؤلاء كذلك هم مع الكيان الصهيوني. نحن رأينا كيف أن رئيس هذه المنظمة الانفصالية الماك يعني كيف حامل الراية الإسرائيلية في باريس بدون أي حرج، بدون أي حياء يعني، ويساند هؤلاء المجرمين. يعني معنى هذا يعني هؤلاء عندهم امتداداتهم، عندهم متعاطفين معهم، عندهم دخل الدولة وخارج الدولة. فلذلك وغير هؤلاء كذلك، غير هؤلاء هناك ناس يعني ضعاف، هناك ناس يعني عزيمتهم منهارة، ناس ليست لهم رؤية سياسية، ليس لهم حس وطني، ليس لهم حس إسلامي، هؤلاء كذلك يعني يسيرون في التطبيع بكل سهولة. فحينما يخرج أعداد كبيرة من المواطنين في الشوارع حتى في الدول غير مطبعة، معنى ذلك أنه أمن بأنه لن يكون هناك تطبيع، والموقف المناضل للتطبيع سيبقى مستمر بطبيعة الحال. كذلك هناك هدف آخر يعني
خامس يتحقق وهو زيادة الوعي، زيادة الوعي لدى العائلات، لدى الشباب، لدى الأطفال. الناس لما يرون الملايين خارجين في الشارع حتى اللي يكون مش مهتم يعني من المواطنين سيشعر بأن هناك تيار كبير جدا هو مع فلسطين ومع المقاومة وضد الكيان الصهيوني، فينخرط في هذا التيار العام. يعني الأهداف يعني كبيرة جدا يعني التي تحققت والتي ستتحقق من خلال المسيرات.